بمركز الإعلام الأوروبي في بروكسل، شرح العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن في مؤتمر صحفي تعقيدات الوضع الحالي على الأرض في اليمن وتطورات الأحداث في ميناء الحديدة، وأكد بأن 80% من التراب اليمني هو الآن تحت سيطرة السلطة الشرعية اليمنية مدعومة من قوات التحالف العربي، ولم تبقى إلا جيوب صغيرة تسيطر عليها ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، ونعمل على تحريرها، ونأمل فأن يؤثر هذا الوضع على الحوثيين ليجلسوا إلى طاولة المفاوضات والقبول بحل سياسي، وهو المخرج الوحيد كما شرحنا ذلك لشركائنا في الاتحاد الأوروبي. الزيارة طبعا كانت لعديد من المؤسسات بالاتحاد الأوروبي لإطلاع وتبادل الأفكار وجهات النظر مع الأصدقاء فيما يخص العملية السياسية، وكذلك إعطاء صورة واضحة عن العمليات العسكرية في الداخل اليمني، وكذلك الوضع الإنساني بالداخل اليمني وما تم اتخاذه من قيادة القوات المشتركة للتحالف ومن دول التحالف ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وما تم الإعلان عنه من المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة من إجراءات لتحسين الوضع الإنساني واعتبارات إنسانية في الداخل اليمني وكذلك لتحرير مدينة الحديدة وميناؤها. العقيد تركي المالكي وفي إجابته على الهجس الإنساني الذي يطرحه الأوروبيون أكد أن القوات العسكرية للتحالف العربي لا تستهدف المدنيين، ولكن الحوثيين يستعملون شرفات المنازل والأحياء الآهلة بالسكان لتحسين دفاعاتهم، وأضاف أن بلدان التحالف تعمل على خلق ميزان قوى لصالح الحل السياسي وعودة الشرعية، كما تقوم دول التحالف بتقديم كل المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية منها للشعب اليمني، وللأسف يتم الاستحواذ على جزء منها من طرف الحوثيين ولا تصل إلى عامة الناس. الحل السياسي بالنسبة للتحالف هو مطروح من قبل بداية العمليات العسكرية، وتبقى كافة الجهود مبذولة ويبقى الأمل موجود، ولكن تعنت الميليشيا الحوثية في إيجاد حل سياسي والخروج بالأزمة، وبذلك العمليات العسكرية مستمرة لتحقيق الأهداف المخطط لها بإذن الله تعالى. العقيد تركي المالكي وحول ميناء الحديدة يحذر من استحواذ الحوثيين على هذا المرفأ الاستراتيجي، وإذا حدث ذلك فهذا سيؤدي إلى ضرب استقرار المنطقة وخلق حالة من الأمن في أهم ممر بحري للتجارة العالمية، وستعاني منها المنطقة والعالم كله. قوات التحالف العربي في اليمن لن تسمح بسقوط ميناء الحديدة بين يدي ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، نظرا لأهميته الاستراتيجية وتأثيراته على الأمن الإقليمي والعالمي. الأخضر فرات لقناة الإخبارية بروكسل.